20 اه 10 ده هدف مؤمن تقريبا، هدف مؤمن ده يا رجاله، اه هدف مؤمن. ده هدف مؤمن يا كابتن، ده وده كان هدف التعادل. التعادل 2 2، اه هدف كان التعادل. الشباب كسبان 2 1، ومؤمن جاب في الدقيقه 87 وكسور الجون الثاني 2 2، وجي سلمان المؤشر جاب الجون في بص الدقيقه الجماهير يا 90. كابتن، ده ده الملعب، بص ده ملعب الجوهره، ملعب ملعب كبير. الجوهره ملعب قوي جدا، ملعب يعني في ميزة يعني الصوت نفسه كمان ممكن لو في 30 ألف يعمل لك صوت يجي 120 ألف، صوت جامد جدا. لكن هدف زي كده كابتن عادل، وانت واحد من الناس اللي يعني دربوا في الدوري السعودي كابتن، مدربين مميزين اللي دربوا في الدوري السعودي، هدف زي ده المؤمن يعمل ايه معاه في مع فريقه وفريق الاهلي؟ اولا المؤمن بصم اول ما راح النادي الاهلي، خلي بالك اه صحيح لعب اول مباراة، لعب قدام الخليج في كأس الملك، كان نزل والنتيجة 3-0، نزل جاب الاهلي جاب الجون الرابع وهو جاب الخامس والسادس كمان، استقبال اللعيبه ليه هو على فكره، وبيلعب كمان في فرقه من الفرق المميزه، الاهلي فرقه مميزه جدا، عنده من افضل لعيبه المملكه، عنده حوالي 4 5 لعيبه في المنتخب السعودي مهمين وبيلعبوا في المنتخب السعودي كاساسيين، عنده السيرد باك معتز هوساوي من افضل اللعيبه اللي هي في المملكه، عنده سلمان المؤشر ناحيه الشمال من اقوى اللعيبه، عنده في وسط الملعب المجهوي، وعنده الجاسم تيسير الجاسم، عنده لعيبه كويسه هيلعبوه وهيلعبوه بشكل كويس، وجمهور النادي الاهلي الجمهور عايز اقول لك هم مسمينهم، بيسموهم كمان هناك المجانين لانهم بيحبوا فريقهم قوي. اه يعني هم مسمين نفسهم المجانين، يعني اقوياء جدا. الملعب ده كمان ملعب فظيع جدا، ومؤمن هيبقى حاجه كبيره قوي في الدوري السعودي، لان كوره مؤمن زكريا تناسب الدوري السعودي، ويمكن انت كانت التجربه بتاعت مؤمن السنه اللي فاتت انا كنت هتجنن واخده، وكنت اتكلمت مع الكابتن حسام ان انا اخده في الوحده، لكن ما حصلش نصيب. مؤمن زكريا توقيت المناسب ده مؤمن لا، وراح نادي اقوى من النادي اللي انا كنت فيه، النادي الاهلي نادي كبير طبعا، هيعمل حاجه كويسه. كل التوفيق ليهم طبعا، سواء هو او عماد او كل اللاعبين المتواجدين حاليا عندنا دلوقتي، صالح رايح الفيصلي، عندنا حسين حسين السيد راح رايح الشباب، احتمال يروح الشباب والله كابتن. لا هو خلاص راح الاتفاق، الاتفاق خلاص اللي راح كان راح الاتفاق، اول حاجه كان راح الشباب عمرو بركات اللي راح الشباب، عمرو اللي راح الشباب، عمرو راح الشباب. كل التوفيق ليهم مع عارات، وان شاء الله يبقوا متواجدين مره اخرى ان شاء الله في النادي في احسن حالاته.